صرفتنا في مصر، ولما صرفتنا في مصر أصرت على تخصيص جزء من وقتها لزيارة جمعية رسالة، وفعلا صرفتنا امبارح. هي متخصصة في مجال الإلكترونيات وعلوم الطيران، اختيرت سفيرة ليوم اليتيم العربي وسفيرة النوايا الحسنة لجامعة الدول العربية لسنة 2012. واحنا كلنا عايزين نعرف رأيها في اللي شافته النهاردة وامبارح. رحبوا معانا كلنا بملكة جمال المغرب لعام 2011 فاطمة خير. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لكم، وده حلم اتحقق. انا من زمان والفضل بيعود للاستاذ مصطفى ومحمود، كلموني عن الرسالة، فقلت يمكن كأي جمعية ولا كأي يعني مؤسسة بتعمل خير في العالم. بس كنت متابعة الموضوع عن طريق الفيسبوك، وعلى طول كنت بعمل شير على صفحتي، فتفاجئ بما في ناس كلموني ويقولوا لي كلامك حلو وجميل، كلامك جميل جدا ومعبر، وكمان يعني بتعملي خير. أنا حقا بعمل خير، بس أنا قلت لهم مش أنا اللي في هذه الصور، دول ناس من مصر وبيتدعوا لجمعية الرسالة، وهم اللي بيعملوا كل هذه الأشياء الجميلة. فيعني تفاجأ بأن في ناس اتصلوا بي وقالوا لي ممكن يعني نعمل مساعدة عليهم، يعني كتبرع بالملابس. وهاد الناس يعني من هم مغاربة في أوروبا، قاطنين في أوروبا، وعرضوا كمان يعني أنهم يساعدوا الناس بمبالغ يعني مالية. فقلت أنا لازم أروح وأشوف بنفسي وأتأكد، وحقا جيت البارح، ويعني المستوى كان يعني فوق المتوقع، وشفت كل حاجة بعيني، وأشكر الدكتور وكل أعضاء جمعية الرسالة، شكرا لكم. بالمناسبة دي موجود فاطمة منورة النهاردة في مصر، فاحنا حابين ان احنا نكرمها جمعية رسالة تقدم لها الشهادة النهاردة. وتيجي تزور جمعية رسالة وتقابل الناس المتطوعين ان احنا نقدم لها هدايا هي كمان ونشكرها، فبنشكرها هي كمان وبنقدم لها الشهادة بتاعتها. انا كمصرية اقول ان انا فخورة جدا ان جمعية رسالة بلدي. كاميرا انت تحت شوية، وعايزين كلنا نشارك في العمل ده. مش هكرر كلام الدكتور طبعا، بس لو ساعة من وقتنا مال جهد لازم تساعد في ده، عمل الخير كبير قوي عند ربنا. شكرا. شكرا ليهم هما الاثنين الزيارة والمبادرة، وشكرا لجمعية رسالة، شكرا.